يتحول إذا شفق قطبي باللون الأخضر لا يشاهد إلا في القطب الشمالي كما سبحان الله شفق أخضر وأحمر وأصفر يدعى الشفق القطبي شفق. يعني حتى هذه المادة المدمرة ما يخترق الأرض الغلاف الجوي وينزل إلى الأرض يتحول إلى منظر جميل هل هذا إله رحيم؟ أنظر أم... رحمة الله. الله إن الله بالناس لا الله. هذه الحمم المنصهره تنطلق من الطبقه الثالثه من طبقات الارض على عمق الاف الكيلومترات ثم تصعد نتيجه الضغط الهائل وترتفع وتتسرب عبر هذه الشقوق خاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ومع أن الكتاب لا ريب فيه إلا أننا نجد مع الأسف ممن يحاول أن يشكك وأن يتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق فمع رحلتنا الإيمانية التي نقضي فيها الدقائق الممتعه المفرحه لقلب كل مؤمن والمضحضة لقلب كل مشكك، نقضي رحلتنا ونرحب في بدايه حلقتنا بالدكتور عبد الدائم الكحيل، مرحبا بكم دكتور في هذا اللقاء المتجه بارك الله فيك دكتورنا دعنا نبدا بسؤال كما تعودنا في كل حلقه فضل. يعني ما هي طرق المشككين في في الاعجاز العلمي وفي القران الكريم بوجه وما رسالتكم الى بعض المستغفلين مع الاسف الذين يجرون وراء هذا الكلام التافه لبعض المشككين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقه هؤلاء المشككون للاسف يناقضون العلم ويناقضون الواقع. لماذا لأن موضوع الإعجاز العلمي موضوع بسيط جدا أنا أستفيد من هذا الإعجاز أنني أتأمل حقائق الكون صحيح نحن نقوم في أبحاث الإعجاز العلمي بنقل آلاف الأبحاث العلمية صحيح. من اللغات الأخرى وأهمها اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حيث لا أحد يترجمها صحيح ابحاث كثيره جدا جدا تصدر كل يوم نقوم بترجمتها ولكن لا نعرضها من وجهه نظر الحاديه فقط نعرضها من وجهه نظر حقيقيه جميل لسنا منحازين لشيء نعم. معين نعم. نعم انما نتعامل مع الحقائق والواقع حياد علمي نعم وبالتالي انا عندما ياتيني بحث من الغرب على سبيل المثال يعني يقول لي ان هناك تصميم مذهل لعين الذبابه مثلا يعني انا ساقول لك مثال بسيط فقط جميل كل عين الذبابه لها عينين كل عين فيها ثلاثه الاف كاميرا رقميه تعمل افضل من اي كاميرا موجوده سبحان الله وتقوم بتبطيء الصوره لذلك هذا البحث نشر في مجله الطبيعه الامريكيه مجله مهمه جدا جميل واجروا دراسات سنوات لماذا لا تستطيع ان تقتل الذبابه مثلا. جميل. وجدوا انها ترى بالتصوير البطيء، يعني الذبابه تتعامل مع الملي ثانيه. الله اكبر. وليس مع الثواني. سبحان الله. سبحان يعني عندما عندما ترفع يدك وتوجهها خلال مثلا ثانيه هي تراها ألف صوره. سبحان الله. وتقلع خلال عشرات الميلي ثانيه وبالتالي هي مرتاحه تطير وهي مرتاحه. سبحان الله. وتتخذ القرار اسرع من دماغ الانسان في هذا المجال. طب انا عندما اجد هؤلاء العلماء يقولون ان الطبيعه والمصادفه والعشوائيه هي من صنع هذا النظام واجد ايه تقول يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله أكبر. بايهما آخذ أنا كإنسان منطقي، لا نتحدث عن الأديان هنا. صحيح. صحيح. ينبغي أن أعلم أن وراء هذا النظام منظم عليم حكيم. الله أكبر، هناك نعم. برمجة. نعم. وبالتالي من يقول لسنا بحاجة للإعجاز أو أن الإعجاز مضيعة للوقت. نعم. أو أنه عقدة نقص لدى المسلمين. نعم. نعم. ومنهم من يدعي أن هذا الإعجاز هو تعويض عن تخلف المسلمين إلى أخره نعم. كل هذا كلام متناقض مع نفسه أصلا صحيح, صحيح. لأننا ليس هدفنا في الإعجاز لا أن نعوض نقصا ولا أن ننشر شيء نحن فقط نبحث عن الحقائق وأنا اليوم دكتور بمناسبة نعم. حديثك الكريم سمعت أحد هؤلاء الشباب على اليوتيوب نعم. يتكلم عن الذبابة على وجه الخصوص يتكلم ويستهزئ ما تجدون شيئا إلا الذبابة تكلمون عنها وأنت الآن بمقدمتك الكريمة رددت على هؤلاء أتاري موضوع الذبابة موضوع إعجاز في خلق الله كبير و... ولهذا السبب أورده القرآن ويستحق أن يذكر في القرآن وبالفعل ذكر الله سبحان أكبر. الله ويثبته البحث العلمي سبحان الله نعم. نعم الآن نحن لدينا نعمة نحن لا نشعر بشيء الآن هذه النعمة موجودة على مسافة تصل إلى ستين ألف كيلو لا نشعر بها ما هي ما ولكن لولاها لدمرت الحياة بالكامل لا نستطيع أن نجلس هنا سبحان الله الشمس تصدر رياح شمسية قاتلة تدعى الرياح الشمسية وهي جسيمات كونية خطيرة أخطر ما فيها أشعة جاما أشعة جاما حارقه آه. وخطيره آه. وتنفذ هذه الاشعه يرد منها مليارات الاطنان الى الارض كل كل ثانيه الله اكبر الله اكبر تصور لو دخلت لاتلفت الحياه الله اكبر طيب ماذا ماذا هيأ الله لها؟ جعل قلب الارض هو قلب مغناطيسي حديدي، يعني قلب الارض النواة هي عبارة عن كرة حديديه تعطي للارض مجال مغناطيسي ما الفائده منه <applause> لم يدرك فائدته العلماء الا اليوم الله اكبر يمكن ان نرى اذا احببت كيف تعاملوا مع هذه القضيه علميا وكيف اشار اليها القران الله اكبر قبل 14 قرنا <applause> لم يغفل هذه النعمه التي بدانا اليوم نشعر بها العلماء فقط واكتشفت حديث هذه الشمس تعطي هذه الرياح الشمسية القاتلة فيتصدى لها المجال هذا هو المجال الكبير انظر الأرض صغيرة جدا نعم المجال المغناطيسي القوي للأرض والذي يمتد من ستين من ألف إلى مئات الألاف من الكيلومترات سبحان الله سبحان الله فيتتشكل جبهة تنعكس عليها هذه الموجات القاتلة لأنها أيضا هي كهربائية ومغناطيسية فتتأثر بالمجال المغناطيسي لا تدخل إلى الأرض إنما تنحرف وتبتعد وتتشكل لدينا عند المنطقة القطبية الشمالية ما يسمى بالشفق القطبي الجميل أنظر هنا تدخل بعض ما ينفذ إلى الأرض ماذا يحدث له بعد ان تتصدى له هذه الاحزمه المغناطيسيه؟ يدخل القليل يتحول الى شفق قطبي باللون الاخضر لا يشاهد الا في القطب الشمالي كما ترى. سبحان الله. شفق اخضر واحمر واصفر يدعى الشفق القطبي. الشفق يعني حتى هذه الماده المدمره ما يخترق الارض الغلاف الجوي وينزل الى الارض يتحول الى منظر جميل هل سبحانه. هذا اله رحيم ام اله ماذا سبحان الله نصف هذا الخالق سبحانه يقولون بالحرف الواحد ان هذا المجال يعمل مثل درع مغناطيسي قوي يحمي الارض من هذه الاشعه القاتله عجيب الله تعالى بالحرف الواحد قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا, محفوظا, محفوظا. وهم عن آياتها معرضون سبحان الله لا كلمات ولم يقل حافظا لأن ليس هذا السقف الذي يحفظنا لأن هذا السقف محفوظ برعاية الله المريخ كان له غلاف جوي قبل ملايين السنين جميل. وزال تماما لم يحفظ لأنه غير محفوظ لم تنشأ الحياة لولا حفظ الله لهذا المجال اصلا لم تنشا الحياه على الارض, على الأرض. وما كنا موجودين هنا سبحان الله لذلك قال وهم عن اياتها معرضون صدق الله العظيم جزاك الله كل خير دكتور على هذا لا يعني ما يسعنا الا ان يعني فعلا نوحد الله تبارك وتعالى من قلوبنا النعم حولنا كثيره الواحد بينظر تحت قدمه منا فقط اما لو اطلق عنان قلبه وروحه وعقله للكون العظيم ولخلق الله الكبير الذي أودع أسراره فيه لعلم أن الكرة التي نعيش عليها كما تفضل أستاذنا تحمينا ليست هي التي تحمينا وإنما الذي يحميها هو من خلق السماوات والأرض وكما جاء في الآية الكريمة أنه جعل هذه السماء سقفا محفوظا فالحمد لله على نعمة القرآن أنزله الامر امره والخلق خلقه والسماء سماؤه والارض ارضه حبة الكرام لنستكمل رحلتنا الايمانيه الجميله مع حمايه الله تبارك وتعالى لكونه ونعود الى استاذنا ودكتورنا الدكتور عبد الدائم كحيل نعاود الترحيب بكم وطرا بزين سؤال وانت تتحدث فضيلتكم عن موضوع الـ الـ كيف حمى الله تبارك وتعالى وجعل السماء سقفاً محفوظا طب ماذا عن الارض يقول الله تبارك وتعالى ان في ايات كريمه والسماء ذات الرجع ثم قال والارض ذات الصدع فما أه. العلاقه وماذا عن الارض ايضا نريد ان نستمع الحقيقه عندما قال الله تعالى والسماء ذات الرجع ما معنى الرجع اللغة العربية ارجاع الشيء من جديد لمكانه صحيح السماء تبين حديثا ان كل احداث السماء مخزنه في السماء وترجع الينا سبحان مثال الله. على ذلك سبحان الله عندما نشأ الكون ولد امواج تدعى امواج الجاذبيه حتى الآن ترجع الينا وتتكرر وأمكن قياسها سبحان الله السماء ذات الحبك شكلها يشبه الله. الحبك سبحان, سبحان الله عندما بدأ الكون بالتشكل أطلق ما يدعى بالخلفيه الإشعاعيه الميكرويه. جميل. هذه الخلفيه أيضا هي عباره عن درجات حراره محدده في مناطق محدده من الكون، سبحان الله. موجوده حتى الآن طيله 13.7 مليار سنه، ترجع إلينا ونقيسها. الله أكبر. إذا ظاهرة الرجع ظاهرة عظيمة جدا ليست ظاهرة بسيطة لذلك الله أقسم بها والسماء ذات الرجع ثم انتقل إلى الأرض أيوة طيب ماذا عن الأرض لو أن الله خلق هذه الأرض كتلة واحدة لما استطعنا أن نعيش عليها لتدمرت واهتزت وأصبح هناك مشاكل كثيرة جدا لماذا؟ عجيب قلب الأرض يغلي لابد من فتحات للتنفيس، هندسيا نتحدث نحن الان. جميل. إذا كان لديك وعاء يغلي وتضغطه باستمرار، ماذا تحتاج؟ فتحات تنفيذ. تهوية وتنفيس. مثل الحلة التي نعم. يطهى فيها الطعام. الله تعالى صمم الأرض على شكل ألواح، 12 عشر لوحا مقسمة إلى ألواح، بينها صدوع. هذه الصدوع إذا رسمت خريطة لها تجدها صدعا واحدا متصلا ببعضه مثل الخريطة واحد سبحان الله ليس صدوع هم كانوا يسمونها صدوع متعددة ولكن اليوم يطلقون عليها صدع واحد وهذا الكلام مثبت علمان ومصور طيب يمكن ان نشاهد اذا احببت معنا يعني معنى, معنى كمان آه الدليل جاهز نعم تفضل انت نعم. عودتنا على ما لم يعودنا عليه احد من الباحثين الحقيقة سبحان الله. ما شاء يعني التوثيق الله التوثيق العلمي ضروري آه طبعا من أجل تخاطب نعم. نعم 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 لاننا نخاطب اناس يشككون في كل شيء انظر الى هذه الصدوع كيف تتدفق منها هذه الحمم المنصهرة هذا في جزر هاواي سبحان الله وحدث قبل عدة سنوات وهو يحدث اليوم ونحن جالسون الآن هذا المشهد يمكن أن تراه غرب أمريكا على بعد آلاف الكيلومترات في منطقة تدعى جزر هاواي نتيجة الضغط الهائل في الأرض تنفس الأرض هنا بعض من حممها يا رب سلم. لنعيش هنا بسلام هذا المشهد يحدث في منطقة غرب امريكا عدة الاف من الكيلومترات في جزيرة شبه معزولة مع انه فيها جامعة هاواي وفيها سكان ولكنها معزولة هناك وتنفس الارض هذه الطاقة الهائلة ليحمينا الله من شرها. سبحان أنظر الله انظر رحمة الله، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله عجيب. هذه الحمم المنصهرة تنطلق من الطبقة الثالثة من طبقات الارض. على عمق آلاف الكيلومترات ثم تصعد نتيجة الضغط الهائل وترتفع وتتسرب عبر هذه الشقوق. سبحان الله. وبعد ان تخرج إذا كانت في البحر تشكل جزر بركانية. وإذا كانت على البر يمكن أن تشكل جبال بركانية. سبحان الله. ومعظم الصدوع وتدفق هذه الحمم المنصهرة المرعبة هو في أعماق البحار لا نراه سبحان الله العلي القدير لو أن هذا المشهد الموجود في أعماق المحيطات هناك صدع يسمى الصدع دائرة النار أربعين ألف كيلومتر يمتد يا الله, يا الله حول المحيط الهادئ وهذه المحيطات وتتفق منه مليارات الأطنان كل يوم سبحان الله ولا نشعر بها رحمة بالله بها تماما مثل أن سخر لنا ذلك الغلاف المغناطيسي الذي لا نشعر به سبحان الله سبحان ونحن الله. عنه معرضون حبيب. طيب هذه الظاهرة لم يغفلها القرآن نعم لأنها ظاهرة مهمة ينبغي أن يتحدث عنها نعم. لأنه نعم. كلام الله ونعمة ورحمة منه الله تعالى قال والسماء ذات الرجع ظاهرة كونية تحدثنا عنها نعم والأرض ذات الصدع سبحان الله لم يقل صدوع لو قال صدوع لكان هناك خطأ علمي جميل. شكك به الملحدون قال الصدع لأنه متصل لا يوجد إنفصال بينهم سبحان الله العلي القدير ماذا يا رب تقول لهؤلاء الملحدين قال لك أيها الملحد كما أنك رأيت هذه السماء وهذه الأمواج التي ترجع إليك ورأيت هذا الصدع لابد أن تدرك إنه لقول فصل الله. وما هو بالهزل الله أكبر فسبحان الله الذي احكم ايات هذا الكتاب العظيم سبحانه وجل في علاه اشكر الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الادلاء وهذا الاثراء الايماني العلمي الذي اسال الله تبارك وتعالى ان يكون سببا في هدايه من يسمعنا عجيب انك ترى يعني الايه الكريمه تتحدث عن السماء وعن الارض وما فيها من اعجاز والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع فيكون القسم على ان القران هو القول الفصل قسم عظيم على كتاب عظيم من اله عظيم نزل بقرانه على نبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرا كررا قد احكمت اياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا